شكرا سيد الرئيس. نسائلكم السيد الوزير حول اهم التدابير المتخذه لتحديد الشبكه الطرقيه ببلادنا وشكرا. في اطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، فعلا هناك مجهودات وهناك نتائج، الا ان عده مقاطع من عده طرق بلادنا لجلت وضعيتها غير لائقه وتتسبب في الكثير من الحوادث بل تستعجل التدخل، ومنها الطريق رقم 7 التي انجزت في عهد الحماية الفرنسية، ومنذ سنة 1926 لم باستثناء بعض الإصلاحات الترقيعية فإنها لم تشهد أي تغييرات اللهم على مستوى التسمية، فمن الطريق الإقليمية 502 إلى الطريق الجهوية 203 وحاليا الطريق الوطنية رقم 7. وهنا ندعو السيد الوزير إلى ضرورة التعجيل بإصلاح هذا الطريق نظرا لانها هي الرابط الوحيد بين جهه سوس ماسا درعا، بين جهه سوس ماسا وجهه مراكش اسفي عبر جبال الاطلس الكبير. اصلاح يتماشى والنمو الديموغرافي اللي عرفت هذه المنطقه من 1926 لليوم، وكذلك الديناميه الاقتصاديه والاجتماعيه واساسا السياحيه لجميع الجماعات الترابيه الممتده من بلديه تحنوت باقليم الحوز الى بلدية بالرحيل باقليم تارودانت. اما بخصوص الشبكه الطرقيه التطور اللي عرفته فانه سيكون له انعكاسات جد ايجابيه على التنميه السوسيو اقتصاديه، وذلك من خلال تامين الربط بين مختلف جهات المملكه وكذلك انفتاح الاسواق الدوليه. وحتى تعم الفائده للجميع فاننا ندعو الى ضروره صرف تعويضات الذين انتزعت ارضهم من اجل انزاز مشاريع السيار داخل اجل معقوله. فمن بين المتضررين اكثر من 565 متضرر بدواوير العشاش ودوار المرادسه ودوار اي تسعيد ودوار الميه وبجامعه حربيل بعمله مراكش، واللي تنتظروا من 2007 الانصاف ديالهم من خلال توصلهم بمستحقاتهم نظرا نزع ارضهم لانجاز طريق السيار الرابطه بين اكادير ومراكش. شكرا.